يعطيكم العافية يا جميلات، شلونكم؟ شخباركم؟ هذا الوي غسلته وبس الحين، من غير أي إفكت أو أي فلاش أو أي حتى فلتر عشان نشوف قبل وبعد. اليوم صراحة راح أحط فاونديشن فول كفر، تقطته من المتوسط عليه فول كفر، وراح يعطيني منظر حيل حلو. بس السر بالتطبيق هذا الشيء بنات، لازم تعرفون الراديانت برايمر، هذا البرايمر اللي في الصبار وفي فيتامين اي وفي زهرة الورد، راح تشوفون الوي مع التطبيق مع اي فاونديشن ترى هذا راح يعطي منظر انعكاس حق الضوء، بحيث انه يبين كأنه الوي في اضاءة، جد خيال، يخلي البشرة حيل صافية مخملية معنى الكلمة. خلينا نشوف التطبيق وشوفوا بالضبط ايش راح اسوي. حطيت لكم العرض بنات، وعلى فكره العرض لما يصير 20% لين يصير 30%، مو مثل العرض اللي تصير قطع مجانيه، يعني القطع لما يكون سعرها شيء و20 وتقريبا اخر الطعش هذه وتطلع لك قطعتين، فانت وايد العرض اوفر لك واحسن لك، وغير ان المجاميع اللي قاعد احطها تخدمك كلوك متكامل، يعني ما تدودهم، ما تعرفين شنو تستخدمين شنو احط. فهذه دائما الافكار اني القطع افكارها تكون مني لاني استخدمها. العرض هم يزهر الخير انه مثلا يسوون مثلا يقولون هذا بنطلعه مجاني وهذا بنطلعه مجاني، بس العروض هذه وايد حلوه وتنفع. المهم اول شيء غسلت وجهي بغسول، طبعا هذا فلاي اب، حتى اذا بنتك او عندكم خوات عمرهم 13 او 11 سنه يقدرون يستخدمونه خالي من المواد الكيميائيه هذا الغسول، وفي صبار روعه لجميع انواع البشره، ولازم عشان تروحين اي دهنيات زايده واي ميك اب من الليله اللي قبلها. بعد ما غسلت الوي راح احط اكثر مرطب نهاري من افضل المرطبات النهاريه عندي فلاي اب من غير اي مجامله، ريفيتلايزنج اسنس، لعده اسباب. اول شيء تنكامل وسريع الفرد ما يدهن، فهذا المطلوب قبل الفاونديشن. غير كذي ففي ماده النياسينامايد اللي تقلص المسام، واحنا عندنا مشكله لما نحط الفاونديشن يبين المسام، هذا حلو. النقطة الثالثة ان في سيراميد ثلاث انواع، وفي الهايرونيك اسيد فيعبي جايد. هذا من هذا يمكن متابعاتي يدرون يمكن 6 علب مخلصة منه، روعة. راح افرده، طبعا طاحت النقطة، انزين شوية كذي، الرقبة لا انساها وبس. طبعا الحين التطبيق كله من غير اي افكت. بعد المرطب اني حق اهم سنابه من سنابات اليوم، لاني شنو بحط فاونديشن، فهذا راح ينفعك قبل اي فاونديشن، وخاصه اذا بشرتك طافيه يعني ما فيها حياه، تحسين انك حاطه ومغطيه كل العيوب بس ما فيها اضاءه ما فيها اناره. هذا روعه بنات، في فيتامين اي عالي وفي صبار وكذلك في زهره الورد، وحلو فيه انه في حمايه من 20 ل 30 الاس بي اف فيه، فبالتالي ما راح احط حمايه. تمام؟ شوفوا هذا طبعا قبل لا احط فاونديشن فلاي اب الفول كفر لونه وردي، شايفينه؟ خيالي خيالي. شفتوا ايش كثر انا حطيت لكم اشياء وايد عجبتكم؟ هذا روعه قبل الفاونديشن، راح تشوفون بعدين لما احط الفاونديشن شلون راح يصير. شايفين الوي؟ الحين ما حطيت فاونديشن. عقبه على طول بعد ما حطيت برايمر، راديانت برايمر من فلاي اب لونه وردي، وهو يخلي صج البشره فيها حياه. راح تشوفين عقب الفاونديشن راح تشوفين انعكاس الاضاءه، راح يصير الوي مضاء صج وايد حلو. يخلي البشره صافيه وناعمه بعد بنات. الفاونديشن اللي بحطه فيه 3 درجات. درجتي 20 وفي 10 وفي 30 طبعا حق السمره، والعشرة اللي حيل فاتحة، اللي بالنص هو اللي يناسبني. درجتي 20 فل كفر، يعطي متوسطة لفل فل كفر، روعة.
خليت البرايمر تقريبا كذي دقيقتين، شايفين الوي بنات ترى فرق، مع ان للحين مو حاطه الفاونديشن، فرق. راح احط هذه درجتي اللي دائما استخدمها 20، اذا ابي فل كفر وابي بشرتي حيل صافيه وراي يوم طويل، بعدها بحط الكومباكت باودر اللي يصير نفس الدرجه عشان ينشف لي اي فاونديشن زايد لو حاطه ويجانسني، يصير المظهر حيل حلو راح تشوفونه، والملمس البشر راح تشوفينه وايد وايد حلو يصير مع البرايمر راديانت برايمر. الحين راح احط درجتي هذه 20. على فكره فاونديشنات فلاي اب لانه هو براند طبي حاط فيها الهايرونيك اسيد وحاط الجوجوبا وزهره الورد، يعني مو مجرد فاونديشن عادي، ومو كل فاونديشنات فيها كذي اصلا، 90% من فاونديشنات ما فيها تركيبات كذي غنيه. اوكي راح احطه وراح اسمعكم عليه الريفيو بعدين، راح احط لكم المقتطفات من اراء البنات. كخطوة أخيرة، وممكن تمشي بالبودر الشفافة، ولكن هذه ليش؟ لأن أنتي حط أنا مثلاً درجتي الحين 20، في ترى بنات حق بشرتها أغمج، ها في لي 30 بعد، أوكي بعدها راح أخذ من هذه نفس الطريقة نفس لون بشرتي اللي هي 20 البودرة الكومباكت باودر، وراح أخذ منها على المناطق اللي تحت العين وعلى الخشم، وترقب وشوف شلون التغطية راح تصير رهيبة. شوفوا الجمال على إضاءة الغرفة من غير أي إفكت من غير أي فلتر، شوفوا جمال التغطية. راح أحط لكم حمرة حمرة بعد، لأن الحمرة الحمرة هي اللي تبين مواقع التصبغات وكذي، فتعكس الميك اب زيادة. أوكي بشوفوا هذا الكومباكت باودر كثر خذت منها نتفة، راح أحطها تحت العين، شايفين أحطها هني على الأماكن اللي أحس لأنها نفس لون الفاونديشن، بس عشان الحين بحط بعد رموشي وحط مسكرة، وراح تشوفون الفل كفر من فاونديشنات فلاي أب. يعني شو أقول لكم، أروح سيفورا واشتري فاونديشنات عالمية واشتري، وهذا هذا يعني مقارنة فيهم يعتبر توب صراحة. يعني عندي أرفف بي بي وعندي أشياء وايد أستخدمها، بس ذا بفول كفر هذا من أولى الأشياء اللي أستخدمها. شوفوا بنات، شايفين حطيت الروج، شوفها أوكي مو ملعوز أسناني، الروج حطيت لوري، راح احط لكم الروج عشان خاطركم. اوكي هذا شايفين التغطيه، شايفين التغطيه شلون تحت العين قلب الوي من شوي تعبان ومرهق، والله صار لي يومين مقعنا معدل انا صار لي حفظه، بس عجيبه. بنات شوفوا على السريع هذا الغسول وهذا الريفيتالايزنج اسنس من اكثر المرطبات النهاريه اللي استخدمته عندهم. الريفيتالايزنج اسنس حطيته، بعدها حطيت هالبرايمر هذا الوردي. بنات هذا يعطي اضاءه، يخلي الوي فيه اضاءه ومخملي وخملي يعني ناعم، ويصير انسيابي عليه الفاونديشن. لما تحطون الفاونديشن راح تشوفين شلون ينفرد، روعه بنات، هذا مو خساره فيه مع اي فاونديشن اصلا راح ينفعك وايد حلو، وفي نسبه حمايه بعد بنات زين. فالبنت اللي ما عندها تنوير بويها واضاءه هذا وايد راح يفيدها، وهذا فاونديشن درجتي 20
روعه فيها هايرونيك وصبار، وحطيت الكومباكت باودر اخر شيء عشان نفس لون درجه الفاونديشن مالي، هذه درجتي. انزين على مناطق اللي بي احتاج انورها زياده واوضحها زياده. هذيل الروجات بنات اللي استخدمتهم، هذا من لوريال وهذا من كريسي، هذيل ارقامهم، هذا رقم كريسي وهذا رقم لوريال. كلمة بس بقولها تقرقع بقلبي من أمس والله العظيم، شكرا لكل محب من متابعيني. يعني أمس تقريبا وصل لي فوق 20,000 مسج، سواء من المقربين بسناب، من كل من الكل. أول شيء لازم أقول لكم والله العظيم أيقنت أن فعلا في جملة أن لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء، الدعاء اللي طالع من قلب، من ناس صافية، من ناس نظيفة. والله أن ولدي دش سبحان الله، هو نزل معوية على قلبي، مو يعني مو مطمئن. رحت وديته سبحان الله، يقول خيرة ودخول، والوظائف عنده حيل تعبانة وكذي. 3 ساعات الدكتور سوى تحليل، يقول لي تمام خلال كم ساعة ونطلع. أبوي من كم سنة تذكرون يوم دش ما في لا سكر ولا ضغط، لقوا ما أدري شنو فيه، عنده شريان، فقالوا لازم عملية. وهالحكي يمكن من حروة 2 سنين. ودش أبوي والدكتور معروف اللي سواله، سبحان الله صار مضاعفات وبدأ ينزف. هو قبل الله يدش ويقول احتمال انزف احتمال ما في لا سكر لا ضغط، يعني بعمره ما يخافون يسوي العمليات شي لأنه لا سكر لا ضغط ولا مضاعفات. فسبحان الله صار في نزيف، خلاص الدكتور قال باليوم نفسه دش 3 مرات العمليات. يعني احنا شنو حالتنا لما قاعد يقولون ابوي شي ما في شيء وداش والعمليه، يعني هو الاشياء بيد رب العالمين، بس الدكتور كان متاكد ان العمليه سهالات عليه. 3 مرات دش عمليات بيومها، ما انسى الناس اللي متابعيني سواء انستغرام وسناب دزوا لي كثر اشياء لين ابوي وقف على رجله. ولله المنه والفضل، بفضل رب العالمين بفضلكم وايد تحسنت حالته، واليوم وايد وايد احسن واحسن. فمشكورين على كل شيء.